معنا محمد غازي الفاعل الحقوقي والجمعوي بالمحمدية ورئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان والمعتمد من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملاحظة الانتخابات. القراءة ديالكم للحفل انطلاق الحملة الانتخابية للاتحاد الشراكي. شكرا محمدية بريس، شكرا محمدية نيوز على هذا الاستضافة هذه. بالفعل هنا التواجد ديالنا اليوم في هذه القاعة هذه من أجل تلبية الاستدعاء اللي توجد لنا من طرف وكيل أحد الحزب الاتحاد الشراكي للقوة الشعبية. نعم. المشارك في الاستحقاق ديال 7 أكتوبر. بالفعل احنا الحضور ديالنا كملاحظين، العمل ديالنا كيتجلى في مجموعة ديال المعايير واش كتوفر في هذا اللقاء هذا. بالفعل منها مثلا الحضور، نسبة الحضور، يعني نسبة ديال الشباب، الحضور الشباب، حضور العنصر النسوي، النساء، حضور كذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، الولوجيات، احترام الروافد اللغوية، مثلا وجود ولا تواجد الأمازيغية. بالفعل عندنا مجموعة ديال القراءات اللي كنديروها، وحنا كنقوموا بالواجب ديالنا من أجل مواكبة الاستحقاق ديال 7 أكتوبر، وفي آخر المطاف إنجاز تقرير اللي كيرصد لنا جميع الخروقات المعتمدة من طرف الفاعلين في الحقل السياسي، وكذلك التدخل ديال السلطات والتعامل معها في هذا الإطار هذا. إذا حنا كنعرفوا أنتم راكم محايدين، ممكن تقول لنا كيف هي القراءة ديالكم بصفة عامة للمناخ الانتخابي بإقليم المحمدية، خاصة أنه يقول أنها دائرة الموت بالنسبة للانتخابات البرلمانية هذا العام؟ لا أبدا أبدا، وفي الحقيقة الجو العام هو جو عادي، جو هادئ، إلا ما أقول هادئ هذه اللحظة، تمام، إلى هذه اللحظة هذه. بالفعل كان خروج لبعض الفئات، وكنا الخروج ديال الحزب ديال العدل والتنمية، كذلك ديال الأصالة والمعاصرة، وكذلك ديال الحركة الشعبية، وباقي الديمقراطية الجدود. نعم. تمام، مجموعة ديال الأحزاب اللي كنواكبوها من عن بعد، ومن أجل كما قلت لك رصد ما يمكن أن نقوم به من مادة خام من أجل إنجاز تقارير ديالنا غنصرفوا في آخر المطاف. إلى حد الساعة الجو جد عادي. نعم. يمر في جو من الاحترام والتنافسية الشريفة لحد الساعة هذه. نعم. إذا كنشكرك سي محمد غازي، ومهمة صعبة كتنتظركم أنت والفريق ديالكم. شحال مكون عدد ديال الفريق ديالكم لمراقبة الانتخابات بإقليم المحمدية؟ أنا حاليا هنا في المحمدية، حنا حاليا كاين جوج ديال الأشخاص اللي هنا في المحمدية. نعم. ولكن باقي الملاحظين موزعين على باقي الجامعات 6 المكونة لأمانة المحمدية. إذن بالتوفيق.